من الطبيعي جدا أن يلتقي شاب بفتاة ويجمعهما الحب، ثم يعيشان معا وينجبان طفلا. ولكن ما قد يثير الانتباه هو أن يرتبط شاب مسلم بفتاة صربية في أول علاقة مختلطة بين رجل وامرأة في سربانيسا، بعد أن قتلت القوات الصربية نحو 8000 مسلم عام 1995. هو حب من النظرة الأولى إنجاز التعبير بين ألمير سالوفيتش ودوسيتشيا ريندوليتش التي التقته قبل عامين عندما كانت تزور أقارب لها في قرية في شمال البوسنة. والدي قالا لي إنهما يحترمان رغبتي، فإن كانت مناسبة لك فهي مناسبة لنا. سيكون هناك المزيد من الزيجات المختلطة، فقد كسرنا حاجز الخوف. الشريكان يؤكدان أنهما لا يكترثان لنظرة الناس في البلدة ولا يتوقعان أي مشكلة لابنهما يوسف الذي سمي باسم أحد أعمام ألمير الستة الذين قتلوا في المذبحة، وأن كل طرف منهما يحترم ديانة الآخر. ويرى كثيرون في هذا البلد الفقير أن قصة ألمير ودوسيتشيا تبعث الأمل بأن يتعلم المسلمون والصرب والكروات في البوسنة ترك عداواتهم وراء ظهورهم حتى في الأماكن التي ما زالت تخيم عليها ظلال الحرب.